اليوم طبعا في عندنا طيارات وصلت وناس من أهلنا الكويتيين راحوا الحين الحجر اللي هو سيشل. ودنا ناخذ اتصال من إنسان عزيز علينا والكل عزيز علينا. جماعة الخير لما وصلوا ودنا نسمع منهم شنو الخطوات اللي صارت وياهم من الطيارة ليمن وصلوا سيشل. ويانا اتصال جدا عزيز الكابتن أسامة حسين من الحجر الصحي المؤسسي في سيشل. الله بالخير أخوي أسامة. مساكم الله بالخير، أمسي عليك وأمسي على السادة المشاهدين والشعب الكويتي. يعطيك العافية وخطاك السوء والحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي، ويعني أنا صراحة اتصالي هذا حاب أعبر عن شعوري أمانة ككويتي. تفضل. صراحة يعني ككويتي أو كواحد مقيم، أي أحد مقيم على الأرض الطيبة هذه، يعني صراحة أول شيء أحب أشكر سمو أمير البلاد أمانة على البادرة والبوادر اللي أطلقها صحيح في الأزمة، ويقول لك ما تعرف الناس إلا بالشدائد والأزمات. الحمد لله هذا الشيء عرفناه على الكويتيين وعلى كل اللي عايشين على أرض هذا البلد. أنا مهتم، يعني أنا أمس رديت من القاهرة. أي بصراحة أول شيء بالبداية أحب أشكر السفارة الكويتية اللي بالقاهرة، اللي تسهيلهم الأمور واهتمامهم بالرعاية أو الكويتيين للإجلاء. هذا جميل. ثاني شيء، من أول ما وصلنا هني أي. يعني أمانة شفنا الاستقبال من الحرس الوطني، الداخلية، الدفاع، المطافي، يعني الكل كان بالاستقبال، الكل قايم بدوره الحمد لله. وشفنا الشباب أمانة يعني حتى المتطوعين، يعني أنا في شغلة ودي أقولها اللي هي يعني اليوم الكويتي كل شيء، يعني كل شيء تلقاه موجود، تبي ضحك ضحك، تبي زلم زلم، تبي فزعة. واليوم شفنا فزعة الكويتيين. صحيح. يعني مو بس ضحك، قبل نقول والله الكويتيين أهل نكتة وأهل قشمرة، لا، اليوم أهل فزعة، الكل فازع. أكيد أكيد الكل فازع. شفت الشباب أنا أمانة ما يخلونا حتى نجيس بطل الماي، كل شيء شنو تبي؟ شنو صحيح. تبي تحت أمرك؟ وإحنا جايين من برا بالحجر المؤسسي أمانة بالحجر مكان، يعني شوف الواحد يقول ما تعرف ديره لما تجرب غيره. صح. يعني اليوم انت بالكويت الحجر هذا والله مو موجود بكل دول. شلون مكانك؟ والله شوف قاعدين في شاليه، صراحه شاليه يعني حلو، اطلاله حلوه، قاعده حلوه، اوكي مو على البحر. في ناس يقول شاليه يا اخي مو شرط يكون على البحر، يطلع على البحر، انت مش ساكن فيه. صح. اهم شيء نظيف ومعقم قاعد وراحتك وطلعتك ان شاء الله، هذا اللي احنا نبيه من هالحجر، احنا هذا اللي نبيه، فباذن الله باذن الله نشوفك خارج هذا الحجر ان شاء الله. تشوفني خارج الحجر، واقول لك انا حتى على الناس اللي قاعد يتذمرون، يا جماعه بس نصيحه من اخو، ترى هذا يعني احنا بمحجر مو بيتنا، ندري كل واحد عنده بيته، الاكل الغير والشغلات الاضافيه، بس انت اليوم بحجر. صدقني باذن الله كل اللي موجودين اكيد ان شاء الله باذن الله قاعد يتكلمون بنفس الاسلوب، وان شاء الله ماكو احد راح يختلف على هذا الموضوع. كابتن اسامه، اللي موجودين داخل الديره، هذه نصيحه من اخوكم، التزموا بيوتكم، والله العظيم هذا الشيء مفيد للكويت كلها. التزام بالمنزل، هذا الشيء الوحيد اللي راح يخرجنا من هذه الأزمة بكل صراحة بإذن الله. إن شاء الله الحكومة أكيد ما راح تقصر وياكم، وإن شاء الله يا رب الله يشفيكم ويطلعكم من اللي أنتوا فيه. أخوي علي، بعد كلكم أخوي علي، إحنا برا كنا نتابع، يعني لازم في ناس، يعني لابد أن نشكرهم، هذيل الجنود مو مجهولون، الجنود البارزين. صحيح. رئيس الوزراء أمانة، يعني وكل الوزراء الله يعطيهم العافية، كلهم باسمه، والله هذيلا أرفع لهم القبعة وأقول الله يعطيكم العافية على مجهودكم وعلى فزعتكم. وقلت لك الإنسان يبين بالشدائد. صح. ورئيس الوزراء والوزراء أخوان الوزراء كلهم رجال وبيضوا الوجه، ترى احنا قاعد نتابع من كل الشباب اللي موجودين في الصفوف الأولى يا كابتن. كل الشباب الله أكيد الله يعطيك العافية حبيبي، مشكور وما قصرت، أخذينا من وقتك ومشكور، وإن شاء الله نشوفك بإذن الله عن قريب، انت طالع برا هذا المحجر. اكيد كل من قاعد يدعي لك الحين، كل من قاعد يدعي لكم، الله يحفظكم ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله على خير. مشكور.
الله يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله على خير.